تحية لكم جميعا مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، أقولها لكم في كل يوم نحن فيه في شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك. ونحن في هذه السلسلة من سلسلة نقطة صدام، والتي نشرف أن يكون معنا فيها ضيفا الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب. أهلا وسهلا. يمكن تحدثنا مع حضراتكم في من أول حلقة في أول يوم في رمضان تحديدا عن يعني كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، بداية من الصين شرقا، تركستان، جينا طبعا قربنا عن دارفور والسودان والمشاكل هناك والمسلمين هناك وضعهم ايه. تعالوا دلوقتي هنبحر مع بعض ونسبح سويا غربا شوي عند تحديدا المغرب، او تحديدا الصحراء الغربية. ايه المشكلة هناك؟ تعالوا نشوف مع بعض الدكتور راغب هيقول لنا ايه. اهلا بيك دكتور راغب. يا اهلا وسهلا. من فترة كبيرة نسمع عن مشكلة الصحراء الغربية وقصة اسبانيا والصراعات الداخلية ايه الموضوع بالظبط؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعل اخترنا الصحراء الغربية كنقطة صدام من نوع خاص وفريد، عشان احنا اتكلمنا شوية زي ما حضرتك قلت على شرق العالم الإسلامي، صحيح، اللي محدش يعرف عنه حاجة كتير، اللي هو الصين ومنطقة ديت، منطقة التبتو والتركستان الشرقية. اتكلمنا على وسط العالم الإسلامي، أيوة، اللي هو قلب العالم الإسلامي، اللي هي قضية السودان، جنوب السودان والدارفور ووادي النيل. ودلوقتي بنتكلم على غرب العالم الإسلامي، على قضية المغرب، وهي قضية من طراز جديد مختلف كلياً عن قضية التركستان الشرقية ومختلف عن قضية السودان. هي صراع بين أكثر من دولة إسلامية في المقام الأول كلهم على قضية الصحراء الغربية. إيه الصحراء الغربية؟ الصحراء الغربية دي إقليم من الأقاليم الموجودة جنوب المغرب، هي جزء حقيقة من المغرب، والمساحة كبيرة جدا، حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، يعني تقريبا مرة ونص قد حجم سوريا، يعني مساحة دولة ضخمة قد دولة بريطانيا كلها، مساحة كبيرة، دولة إنجلترا كلها. 266 ألف كيلومتر مربع تقريبا نفس المساحة، فمساحة كبيرة نص مساحة أسبانيا. فهذه المساحة متنازع عليها بين أطراف كثيرة جدا. هي القضية، لكن السكان فيها، اسمح لي دكتور، يعني دايما بنقول الصحراء الغربية، قد يبدو للبعض ان ما فيش فيها سكان، يعني ليست اهلة بالسكان. لا لا، هي حقيقة دي منطقة صحراية طبعا، ده بالفعل فيها طبعا سكان، فيها سكان، ولكن اعداد السكان قليلة، نتكلم عليهم ان شاء الله دلوقتي. لكن انا عايز اقول ان هذه القضية بالغة التعقيد حقيقة، ولعل وراء التعقيد هذا بتاع قضية الصحراء الغربية اسباب كتيرة جدا، وانا عايز المشاهد يركز معايا يعرف ان اولا المعلومة مفتقدة. يعني انا بقول هذه الدولة، هذه الصحراء متنازع عليها بين الجزائر والمغرب، او يعني المغرب اساسا والجزائر واقفة وراء جبهة اللي بيسموها جبهة البوليساريو، عشان تاخد هذه الصحراء تعلن فيها جمهورية خاصة بها، وموريتانيا. فصراع ما بين أكثر من دولة إسلامية على هذه المنطقة، منطقة الصحراء الغربية. ما فيش دولة من هذه الدول عملت دراسات موثقة علمية واضحة بحيث تدي لك النتائج المقنعة إن هذه الدولة تقول إلى هذا أو إلى ذاك. الحاجة الثانية، تعدد أطراف الصراع. بنتكلم دلوقتي مش دولتين بيتخانقوا على حاجة واحدة، ده كذا دولة مع بعض. ومش بس كده، ده في أقطاب عالمية بتخش في القضية، يعني مش بس موضوع المغرب أو موريتانيا أو الجزائر، لا لا، ده يعني في تدخلات خارجية، أقطاب عالمية بتخش في الموضوع. على رأس هذه الأقطاب طبعا فرنسا وأسبانيا وأمريكا من وراهم طبعا، فدي الدول كلها، وروسيا كانت بتخش برضو في الصراع، اليهود ليهم دور في الصراع. يعني القصة أصبح فيها أطراف كتيرة جدا جدا بتأثر على حركة الموضوع، وبالتالي أصبح الموضوع معقد جدا. كل ما تيجي تبحث عن طريقة من طرق الحل تلاقي هذه الطريقة لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة. جميل. دكتور اسمح لي بقى نتعرف ونعرف السادة المشاهدين من حضرتك على متى بدأت المشكلة تحديدا، وهل لها علاقة بالبوليساريو أو مؤتمر الاستعماري اللي كان عقد في برلين تحديدا؟ هو مؤتمر برلين الاستعماري طبعا، هي القصة قديمة جدا. مؤتمر برلين عقد في سنة 1884. الحقيقة المؤتمر ده من المؤتمرات اللي أنا يعني بسميها مؤتمرات مضحكة، لكن الحقيقة كانت كل الحاجات اللي اتخذت فيه كانت واقعية للأسف الشديد، لأن العالم الإسلامي كان يغط في صبات عميق، وهو وأفريقيا بشكل عام. مؤتمر برلين ده اتعمل بين القوى الاستعمارية في العالم في ذلك الوقت، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، عشان يقعدوا مع بعض
يحطوا تقسيمه لافريقيا، زي ما قلنا يقسموا التورته يعني. حطوا خريطه افريقيا وبداوا يقسموا مع بعض، انت ليك كذا وانت ليك كذا وانت ليك كذا. ساعتها كانت فرنسا بدات بالفعل الشغل في افريقيا. فرنسا كانت احتلت الجزائر سنه 1830، يعني 54 سنه قبل المؤتمر ده. وفرنسا احتلت تونس سنه 1881. فالدولتين من دول افريقيا المهمين جدا احتلوا على يد فرنسا. ودلوقتي بقيه الدول بتنظر الى القضيه، كل واحد عايز يكون ليه دور وعايز ليه مكان ياخده على هذه المساحه. اسبانيا كان نفسها تاخد المغرب لان قباله السواحل الاسبانيه مباشره يا عرب ليها طبعا. وفرنسا عايزه برضو تاخد المغرب لان اللي هتكمل بقى الثلاثي بتاعها تونس والجزائر، فاضل المغرب تاخد المنطقه دي كلها. فالاثنين دولتين مع بعض بينهما صراع. فرنسا واعده، يعني فرنسا دوله في اوج عظمتها وفي اعلى درجات قوتها، واساطيلها بتجوب العالم وبتحتل هنا وتحتل هناك، ووسط افريقيا عايزه تاخد فيه، وشمال افريقيا عايزه تاخد فيه، ولها مستعمرات في هناك في وسط امريكا الوسطى، يعني ليها بتتحرك. كذلك اسبانيا، بس اسبانيا اصبحت الامبراطوريه العجوز، يعني كان في اسبانيا في القرن 17 اقوى اساطيل العالم كله، وجابت العالم واحتلت امريكا الجنوبيه بكاملها. دلوقتي بدات قبضتها تخف نسبيا، فعايزه يكون ليها تواجد على منطقه المغرب. طبعا هو مش حق، هو مجرد سرقه، وعايزين يعني مجموعه من اللصوص قاعدين بيقسموا التورته مع بعض. صحيح. اسبانيا عايزه تاخد المغرب وفرنسا عايزه تاخد المغرب. في الاخر اتفقوا على حاجه غريبه جدا، اتفقوا يقسموا المغرب بينهم. يعني هما الاثنين مش قادرين يتنازلوا، فقالوا خلاص نقسم المغرب بيننا. واتفقوا على هذا الامر، وده اللي حصل بالفعل 1884، هم يقسموا المغرب بينهم. طبعا هما بيتفقوا على توزيعات، انت لك ديت وانت لك دي وانت لك دي، لكن ليس بالضروره ان تنفذ هذه التوزيعات الان حالا. في جيوش هتنتقل، هتاخد دي الاول وبعد كده تاخد وراها حاجه تانية، بس خلاص هم قطعنا دول بتوعك ودول بتوعك، وضعنا قطع الحروف لكل واحد. يعني ايطاليا مثلا قالت انا هاخد ليبيا، وخدت ليبيا امتى؟ 1911، يعني بعد المؤتمر ده ب 27 سنه خدت ليبيا. لكن المهم خلاص اتقسمت ليبيا لايطاليا، وهكذا قسموا العالم بينهم. لما حصل هذا التقسيم بين فرنسا وبين اسبانيا على مشكله على المغرب واسماها بالنص بالنص، فرنسا قالت انا هاخد طنجه، مدينه طنجه اللي موجوده في انا بديك بس صوره على قد ايه الحوار كان شكله ايه. قالت انا نقسم بس على ان طنجه تكون معايا. طنجه ديت على وش مضيق جبل طارق، موقعها استراتيجي خطير جدا. موضوعها خطير جدا. فقالت انا هاخد طنجه، فاسبانيا قالت لا انا اللي هاخد طنجه. اتخانقوا شويه عليها، وبعد كده فرنسا قالت لا انا اللي هاخدها. مين اعترض؟ اعترض امبراطور المانيا، قال لا انا اللي هاخد طنجه، انا بره الموضوع خالص، انت تاخد نص المغرب وانت تاخد نص الثاني وانا اخد طنجه. فاتخانقوا مع بعض. فمهم فرنسا راضت امبراطور المانيا، قالت له خلاص سيب لي طنجه وانا ادي لك مكانها الكونغو. يعني شو تقسيمه، بنقسم اكننا كيس فاكهه، طب خد انت التفاحه دي واخد انا. مفيش حد يصدهم، مفيش حد، او مفيش حد في الوقت ده امامهم. يعني التقسيمه اللي اتحطت، التقسيمه اللي اتحطت سبحان الله في هذا المؤتمر نفذت بحذافيرها. يعني ما في حركه ولا اعتراض من كل العالم الافريقي، كله اتراضى يعني. كل الناس سكتت، وفعلا نزلت فرنسا خدت مستعمراتها، ونزلت المانيا خدت مستعمراتها، ونزلت انجلترا خدت مستعمراتها، وهكذا قسمت، واسبانيا خدت مستعمراتها. فدي كانت بدايه المشكله، مشكله مؤتمر برلين اللي قسم العالم الاسلامي والعالم الافريقي لدويلات، عليه لدويلات، وقال كل واحد ياخد الحته الجزء الفلاني. وبالتالي قاموا جاي قاسمين المغرب ما بين يعني فرنسا وما بين اسبانيا. ولسه بقى لحد دلوقتي ما دخلتش الجيوش الفرنسيه ولا الاسبانيه، لكن القصه بقى هتكمل، بس دي كانت البدايه. يعني مين اللي كان بيسكن في الوقت ده تحديدا هذه المنطقه؟ اقول لك انا معلومه برضو جايز تكون جديده على المشاهد والمشاهده وغريبه شويه بالنسبه لهم، ان دوله المغرب في ذلك الوقت كانت من شمال المغرب اللي هي المغرب الان الحاليه الى جنوب موريتانيا. يعني كان جوه دولة المغرب في ذلك الوقت، أيوة، دولة المغرب الآن والصحراء الغربية كلها ودولة موريتانيا كلها، كان كل يعني دولة موريتانيا جزء من المغرب. لكن الحقيقة ان منطقة
الصحراء الغربية ومنطقة موريتانيا كانت منطقة قبائل وصحراء قاحلة ومناطق راعي ومياه قليلة وسيطرة ضعيفة جدا من السلطان المغربي اللي كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت. فما كانش بينهم العلاقة الرسمية مع الحكومة المغربية. يعني منطقة الصحراء الغربية اسما تبع السلطنة أو تبع الإمبراطورية أو المملكة المغربية، لكنها في الحقيقة ما كانش فيه نوع من السيطرة من المملكة المغربية على هذه المنطقة، وبالتالي فاللي بيعيشوا في هذه المنطقة اسمهم مغاربة مفروض، لكنهم بينتموا لقبائل قبائل مختلفة، وهذه القبائل المختلفة كانت بتخلي نوع من هناك نوع من التعايش الخاص بينهم مع بعضهم البعض بنظام القبائل وأحكام القبائل وما إلى ذلك. ولما حصلت مشاكل في هذه المنطقة ذهبوا إلى السلطان المغربي عشان يساعدهم، وكانت المساعدة ضعيفة جدا لأن ما فيش نوع من الانتماء القوي لأهل هذه المنطقة مع المغرب. مين كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت؟ كان بيحكم العائلة العلوية الفلالية أو الفلالية اللي هي موجودة دلوقتي. العائلة دي بتحكم المغرب من سنة 1631، يعني بقالها داخلين على 400 سنة تقريبا من الحكم للمغرب. وهي اللي كانت بتحكم المغرب دلوقتي، وكان في سلطان ساعتها اسمه الحسن، والحسن لما الحسن الأول طبعا غير الحسن الثاني اللي هو كان موجود قريبا اللي هو أبو محمد السادس الموجود دلوقتي. الحسن الأول كان هو اللي بيحكم المغرب ساعتها، وكان عنده إلى حد كبير جدا نوع من الموالاة والتعاون مع الأجانب، وكانت طنجة تدار بقنصلية فرنسية باشتراك مع قنصلية أسبانية، وكان هو قابل لهذا الوضع. ولما احتلت فرنسا المغرب، احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830 ورجعت سنة 1880 احتلت تونس، عرف السلطان حسن ساعتها قبل مؤتمر برلين انه هو العين هتكون على المغرب، ان فرنسا خدت الجزائر وخدت تونس ففضل المغرب، فخاف جدا من التدخل الفرنسي قبل مؤتمر برلين. فمفروض يعمل ايه ساعتها؟ مفروض يجهز نفسه ويعد العده. راح اتجه لانجلترا وقال لانجلترا ان انا فرنسا اكيد بتفكر في المغرب، فانا بطلب مساعده انجلترا ضد فرنسا. فانجلترا ساعتها قالت له اوكي حاضر هنساعدك، وراحت قعدت مع فرنسا، اتفقوا على بعض عليه، اتفقوا مع فرنسا. قالت انجلترا قالت لفرنسا انا ناويه ان انا اخد مصر سنة 1882 بعد احتلال تونس بسنة، هاخد مصر، فتغض الطرف يا فرنسا عن مصر على أن أغض أنا انجلترا الطرف عن دخول يعني فرنسا إلى داخل شيء المغرب. شيء مقابل وبالتالي شيء. بالفعل اللي يمكن حسب معلوماتي أن فرنسا عشان ترضي كمان انجلترا طمعتها في مصر وسابت لها فعلا الزمام الامور في مصر فرنسا مقابل ان هي تاخد بالظبط تاخد المغرب خالص تاخد المغرب خالص. كان ده كله قبل مؤتمر برلين اللي بنتكلم عليه. لما اجينا عندنا في مؤتمر برلين فرنسا قالت خلاص انا هاخد المغرب لان هي اتفقت مع انجلترا ان انجلترا ملهاش دعوه. اللي عمل مشكله ساعتها اسبانيا وقالت لا انا عايز اخد انا كمان اخد المغرب، وبالتالي قسموا اسبانيا قسموا المغرب على الورق يعني ما بين اسبانيا وما بين المغرب، وخرجت وما بين اسبانيا وما بين فرنسا، وخرجت انجلترا ايه من القصه. والولاء اللي كان بيقوله او الحسن الاول عايزه من انجلترا، انجلترا طبعا بعته واشترت ود فرنسا في هذا الموضوع. هو كده اللي جابه لنفسه طبعا، يعني بدل ما كان طمع او مطمع دوله واحده اصبحت كذا دوله يعني بالظبط. طيب. سكان المنطقه دي بالمناسبه قبل ما ننسى يعني احنا قلنا انهم قبائل كان عددهم ساعتها في الوقت ده لا يزيد على 100,000 مواطن، يعني عدد 100,000 بس يعني عدد هم الساكنين بالفعل للصحراء الغربيه يعني هم الساكنين للصحراء الغربيه. هم دلوقتي سكانهم دلوقتي 383,000، فبنتكلم على 100 سنه فاتوا فسكانهم ما كانوش عدوا 100,000، عدد قليل جدا من الناس. برضه استكمال للقصه ان هو عشان نعرف قد ايه الدول الاستعماريه هم قاعدين مع بعض وبيتفقوا مع بعض، يعني هم فرنسا اتفقت مع اسبانيا خلاص اتفقنا، لكن اسبانيا فاجئت فرنسا ان خلاص اتفقنا فاجئتها في نفس السنه 1884 بتحرك الجيوش الاسبانيه الى الصحراء الغربيه، ودخلت في هذه المنطقه وحطت جيوشها وعسكرت واحتلت الصحراء الغربية. الصحراء الغربية احتلالها يبتدي سنة 1884 بعد شهور من مؤتمر برلين الاستعماري. يعني دخلت بالفعل الجيوش الأسبانية دخلت بالفعل دون سابق انذار لحتى لا فرنسا ولا لإنجلترا. ففرنسا اتفاجئت، هم متفقين على التقسيم بس ما اتفقوش هنقسمها ازاي. مين هياخد الشمال مين هياخد الجنوب. هي دخلت على الصحراء الغربية اللي هي جزء في ذلك الوقت من المغرب. فدخلت على الصحراء الغربيه بالجيوش بتاعتها واحتلت بالفعل الصحراء الغربيه، وفجعت فرنسا ان اسبانيا دخلت جوه الصحراء الغربيه واحتلتها
ومن هنا بدأ احتلال الصحراء الغربية من أسبانيا 1884. وناخد فاصل إن شاء الله، فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا. زي ما حضراتكم شايفين العالم الاستعماري بيقسم التورته او الكعكه زي ما بنقول. انجلترا طبعا جت مصر وسابت لفرنسا المغرب، فرنسا بالتالي سابت يعني الزمام او ادت الضوء الاخضر لانجلترا ان هي تغزو مصر او تستعمر مصر او تحتل مصر في مقابل ان انجلترا تسيب لها فرنسا. دخلت اسبانيا باساطيلها زي ما قال دكتور راغب، مش كده ولا ايه؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي يخلي اسبانيا تهتم بالصحراء الغربيه؟ ايه وجه الاهتمام هنا؟ هو الحقيقه ده فعلا ممكن تبقى علامه استفهام قدام الناس، ان هو الصحراء الغربيه بنتكلم عن صحراء قاحله لا فيها طبعا دلوقتي في هذا الوقت اكتشافات ولا فيها شيء. فلماذا تهتم دوله كبرى زي دوله اسبانيا لها مستعمرات هناك في امريكا الجنوبيه كثيره جدا، ولها مستعمرات في هناك في شرق اسيا، وليها دلوقتي قدم على المغرب، لماذا يعني تهتم بهذه المنطقة القاحلة؟ فبنقول أولا أن هذه الصحراء القاحلة خرج منها رموز هزوا تاريخ أسبانيا كله، وأسبانيا لا يمكن تنسى هذا الموضوع، ودي كانت وصية إيزابيلا اللي هي الملكة اللي سقط فيها الدولة الإسلامية، سقط فيها الدولة الإسلامية تماما في الأندلس وخرج المسلمون من الأندلس، الملكة الأسبانية إيزابيلا وصلتهم ان هذا المكان يحول الى النصرانيه. ليه؟ لان خرج منه الرموز اللي هزت تاريخ اسبانيا. زي مين؟ زي طارق بن زياد. طارق بن زياد من سكان هذه المنطقه، كان من الاساس من الصحراء الغربيه. طارق بن زياد ده كان من البربر، والبربر من سكان هذه المنطقه. طبعا البربر والعرب، بس السكان الاصليين قبل ما العرب يجوا كانوا البربر، والبربر دولت يعني مش معناها انهم بربريين او همجيين، يعني هو العرق كده اسمه قبائل كده قبائل وهم قبائل حتى مش سمراء، مش زنوج، يعني هم من زي قبائل شمال افريقيا. وخرج بينهم طارق بن زياد ما كانش مسلم، واسلم على ايدي موسى بن نصير رحمه الله، وبعدين بعد كده اتعلم على ايدي الاسلام واحده، وبعد كده حب الجهاد في سبيل الله، وهو اللي خد بعد كده معاه البربر معظم الجيش اللي فتح اسبانيا كان من البربر، فتح الاندلس ودخلوا واقاموا دوله اسلاميه قعدت 8 قرون. يعني معلش عاوزين ناكد بس نقطه طارق بن زياد وعلاقته بموسى ابن نصير تاني معلش. رحمه الله. وموسى بن نصير طبعا من كرام التابعين، وموسى ابن نصير هو اللي دعا طارق بن زياد الى الاسلام، واسلم على يديه طارق بن زياد وعلمه الاسلام بشكل رائع ودخل بالفعل الاسلام على يد موسى على يد موسى بن نصير. وبعد كده هو اصبح احد كبار قواده، وبعته عشان يفتح الاندلس، ونجح بالفعل في فتح الاندلس، وراح له بعدها بسنه موسى بن نصير بمدد جديد كملوا فتح الاندلس. كان الكلام ده كان سنه 92 هجريه، ولذلك يمكن سمي مثلا مضيق جبل طارق، جبل طارق نسبه الى طارق بن زياد. فمضيق جبل طارق يعني احنا بيخلد هذه القصه، وما الى الان اسمه مضيق جبل طارق، والاسبان عارفين كده كويس. من هذه المنطقه الضعيفة جدا جدا في الحسابات المادية في ذلك الوقت خرج الرجل الذي هز كيان أسبانيا كلها. ومرت الأيام والإسلام طبعا كان في قوة، وبعدين بدأ يضعف في أرض الأندلس، وحصل عهد ملوك الطوائف، وتقسمت الأندلس لأكثر من قطعة، وبقت فرصة كبيرة جدا جدا لأسبانيا النصرانية أن هي تعود وتغزو الأندلس وتطرد المسلمين. الكلام ده كان في منتصف عهد الأندلس سنة 479 هجرية. في هذا الوقت ظهر لهم رمز جديد من هذه المنطقة، غير لهم من كيانهم من جديد، واحد اسمه يوسف ابن تشفين رحمه الله، من كبار ومن أعظم القواد المسلمين قاطبة. الراجل ده احنا بنقول عليه يوسف ابن تشفين، ابن تشفين هو تشفين ده النقطة تشفين. هذا الرجل كان زعيم دولة المرابطين، ودولة المرابطين كان مركزها في الحتة ديت في الصحراء الغربية ومنطقة الجنوب المغرب ومنطقة موريتانيا والسنغال، ووسع دولته لدرجة دولته وصلت لأفريقيا الوسطى، تكلم على مساحة هائلة من الأرض، أكثر من 20-30 دولة في أرضه، واستنجد بيه أهل الأندلس، وخد الجيوش بتاعته وانطلق عبر مضيق جبل طارق وداخل الأندلس، وانتصر انتصار مهيب ضخم جدا على الأسبانية النصرانية في موقعة الزلاقة 479 هجرية، وحطم وكسر تماما الجيش الأسباني في هذه الموقعة. كان قوام الجيش الأسباني 60,000، قتل منه في هذه الموقعة موقعة الزلاقة 59,550، وده يبين قد ايه لم يتبقى المقاومه من الصحراء، اهل الصحراء يعني نفسهم. في صلابه يعني ما سكتوش بالظبط، في في صلابه قويه جدا كانت موجوده في هذه المنطقه. ادت الى ان اسبانيا خايفه في يوم من الايام يطلع حد من هذه المنطقه. الحاجه الثانيه تخلي اسبانيا تهتم بهذه المنطقه الصحراء الغربيه،
ان الدول الاستعماريه بتاخد ارباح او مصالح او شروط بحسب حجمها. يعني لما تيجي تقعد في مؤتمر برلين اسبانيا مع في انجلترا مع في فرنسا مع في المانيا في اسبانيا بحسب اعتقد اسبانيا هي اللي هتتنازل شويه بحسب عدد المستعمرات بتاعتك هتاخد انت بعد كده ايه راي. يعني زي البلطجي اللي عنده اعوان كتيره ايوه، فهو كل ما كبرت املاكك وتوسعت اكتر كل ما كان لك صوت اعلى في مثل هذه المؤتمرات. فاسبانيا عايزه تسبق وتاخد مكان في هذه المنطقه. طب ليه دخلت الصحراء الغربيه بالذات ما دخلتش شمال المغرب او جنوب المغرب؟ لان هذه المنطقه اقل المناطق عمرانا بالسكان. فتخيلت اسبانيا ان اقل مقاومه ممكن تحصل في داخل هذا الاقليم، وبالتالي اختارت خشها بسلام يعني. تخشها بسلام وبعد كده تبقى تطوق شمال المغرب. هي كانت عايزه تاخد منطقه الريف الاخضر اللي هي شمال المغرب خالص، فعايز تاخد هذه المنطقه، فبتقول انا اخش لها من الجنوب وعندي الاساطيل بتاعتي موجوده في الشمال موجوده في البحر، فممكن انا احاصر بكده منطقه المغرب الحيه بالسكان والغنيه بالثروات، انا ممكن احاصرها من الجنوب ومن الشمال. عشان كده نزلت بجيوشها وسبقت فرنسا سنه 1884. ما هو ده غريب. وخلينا نسال، هل فرنسا وقفت يعني مكبله مقيده وهي ترى اسبانيا تحتل جزء من المغرب وهي الصحراء الغربيه، ولا عملت ايه فرنسا؟ الحقيقه فرنسا في ذلك الوقت ما كانش عندها القدره انها تشتت جيوشها في اكثر من مكان، لانها كانت لسه داخله تونس سنه 81 قبل كده 3 سنين، وكانت في ثورات في تونس، والثوره في الجزائر ما توقفت. يعني دايما الانتفاضات في الجزائر على الحكومه الفرنسيه مستمره، بلد مليون شهيد يعني او اكثر من مليون شهيد. فطبعا كان في قلاقل كثيره جدا ادت الى ان فرنسا ما قدرتش تدخل في نفس الوقت مع اسبانيا في ذلك الوقت، لكن عينيها على الموقف. لو انت جيت بسيط على الموقف، اسبانيا برضو ما دخلتش بسلام الى الارض، وفرنسا بترقب هذا جيدا. كان في مقاومه من اهل الصحراء على قلتهم، مقاومه شرسه جدا جدا للاستعمار الاسباني. لعل من ابرز الرموز في مقاومه الاستعمار الاسباني رجل لا يسمع عنه الكثيرون، ولكنه الحقيقه من الناس الافاضل الكرام العلماء، اسمه ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل. وهذا الرجل من كبار العلماء في شمال افريقيا، وكان بيمتلك مكتبه من اكبر المكتبات في شمال افريقيا، وكان من الشيوخ الملكيه. طبعا المذهب المالكي هو اللي بيحكم كل شمال افريقيا. فهذا الرجل قاد حركة مقاومة رائعة ضد الاستعمار الأسباني، والاستعمار الأسباني نزل في مدينة العيون. مدينة العيون ديت هي المدينة الرئيسية في الصحراء الكبرى، الصحراء الغربية، وبتقع على المحيط الأطلسي. فلما نزل فيها الاستعمار اضطر ان هو ينسحب من هذه المدينة ودخل إلى عمق الصحراء، وبيعمل هجمات على الجيش الأسباني، وذهب للسلطان المغربي وقال له الوضع كذا كذا، والبلد احتلت بالفعل، وتبع في الآخر البلد المفروض انها تبع السلطان المغربي الحسن الأول، لكن الحقيقة يعني اداله بعض الكلمات الجميلة والتأييدات العاطفية، لكن لم يساعده بجيش يعني ولم يساعده بقوة، مناصرة معنوية بس للسلطان المغربي يعني. طبعا ما كانش فيه، هو أصلا كان زي ما قلنا بيتجه لإنجلترا، وعنده نوع من وإدارة طنجة بالقناص الأسبانية وقناص او قناص فرنسا. الوضع الحقيقي كان مضطرب جدا عنده، فاضطر ان هو الماء العينين رحمه الله ان هو يقود المقاومه بنفسه بلا يعتمد على السلطه المغربيه او السلطان المغربي، بل انه فعل اكثر من ذلك. اسس مدينه جديده في عمق الصحراء سماها مدينه السماره، وهذه المدينه بدا يجمع فيها المجاهدين الموجودين من كل مكان في الصحراء الغربيه واللي جايين من اماكن اخرى في العالم الاسلامي لحرب المستعمر الاسباني في منطقه الصحراء اللي هو ماء العينين. اللي هو ماء العينين رحمه يعني الله. كان قائد بمعنى الكلمه يعني. فعلا من القواد اللي هو جمع بين العلم والجهاد وبين الفقه والحركه، يعني رجل حياه متكامل ومحتاج الحقيقه دراسه قصة ماء العينين رحمه الله. طيب حضرتك قلت السلطان المغربي في ذلك الوقت يمكن تقاعس شوية عن نصرة ماء العينين وهو قائد في الصحراء الغربية. نعم. هذه الحروب، هل الشعب المغربي بقى كان دوره ايه؟ شعب المغرب نفسه هل كان مسالم ولا كان واقف مع هذه الأقليات ولا كان دورهم ايه بالفعل؟ لا انا اقول لك الحقيقة، الشعب المغربي يعني ثار على السلطان بتاعه اكثر من مرة، وخاصة لما عمل السلطان ده حاجة غريبة قوي. السلطان طبعا ده يعني اللي هو اللي كان الحسن ده مات وجي وراه ابنه كان اسمه عبد العزيز ابن الحسن الأول. عبد العزيز زود في مشكلة طنجة أكتر، خلى مجلس إدارة طنجة من 26 واحد، 22 منهم يتعينوا من قبل القنصل الأسباني والقنصل الفرنسي. مجلس فيه 26 واحد يدير طنجة، 22 يعينهم قنصل فرنسا وقنصل اسبانيا، واحد يعينه الحاخام اليهودي، وثلاثه مسلمين يعينهم هو.
بس تنظر. فلما حصل هذا الوضع حصل ثورة في الشعب وسموه عبد الأجانب وبدأوا يعملوا ثورة عشان يشيلوه. فرنسا حط عينيها على هو عبد العزيز بن الحسن اللي هو عبد العزيز بن الحسن ملك المغرب في الأخير. ملك المغرب. فرنسا حط عينيها على الموقف وشايف الوضع بيتأزم. السلطان اللي هو المفروض ان هو ممكن تعمل معاه قنوات وجسور عشان تدخل بعد كده فرنسا الى ارض المغرب بمهزوز صورته قدام الشعب، وفي نفس الوقت اسبانيا عماله ترسخ قدمها. فرنسا لفت القضيه كلها ونزلت في حته غريبه جدا، نزلت في موريتانيا. الكلام ده كان سنه 1902، يعني بعد 16 سنه من احتلال اسبانيا للصحراء الغربيه نزلت فرنسا في موريتانيا اللي هي الجزء الجنوبي ساعتها من المغرب، واحتلت موريتانيا بالفعل 1902 وقابلت مقاومة شديدة جدا من أهل موريتانيا، لكن فرضت سيطرتها على موريتانيا بالكامل، هي برضو مجموعة من الصحارى الكبيرة. وانتهت القضية باحتلال الجزء الجنوبي من المغرب سواء الصحراء الغربية أو موريتانيا، ولسه بقى القصة فيها تفصيلات كتير. ونكمل غدا إن شاء الله. إن شاء الله. وهنا نتوقف، وغدا نلتقي مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا إن شاء الله مع نقطة أخرى من نقاط الصدام. وحتى ذلك الحين شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.